دعاء حل جار في احدى الدول يقول اخذت لي شقه الدور في شقتين. يقول انا عندي شقه وجاري من نفس البلد شقه. يقول وكل ما اخذت لي فتره جيت على قال جلس في شقتي واستانست. يقول شقه مرتبه وكبيره وشحليله. يقول ذيك المره يوم اللي جيت ولا باب الشقه مو فيه ولا بلك مليص مصب شقته ناظر انا غلطان الدور ناظر لا والله انا في دور اللي انا فيه. وانزل البواب السلام عليكم السلام قلت شقه قال لي فلان جارك دخلها مع شقته وسكر الباب الشقه قض جدار من داخل يمون ودخلها وسكر الباب وخذها كامله. لا اله والله يوم ضاقت به شو بيسوي؟ راح وشاور له رفيق جيد في الامور. قال له قال شوف ان قدمت شكوى تبي تاخذ وقت الشكوى وقت طويل لكن ما في الا تقابل القشاره بالقشاره. قال شلون؟ قال شوف اذا رح للحارس واكرمه وقل له اذا سافر فلان جاره ذا منا ولا منا عطني خبر مباشره. قال تب ويروح للحارس قال ابشر. الحارس قال له ابشر ابد ولا يهمك وكذا. زام عليه الحارس قال ترى الرجال شال شناطه في السياره وسافروا هو وعياله. قال بس ويجيك الرفيق هذا. قال انه مسافر ودق على واحد قال فيه مهمه ابغى الان عمال بسرعه يجوني وكذا. قال ابشر ويجيك يركضون العمال. قضوا محل الباب محل الباب قضوا محل الباب ولا جايب من باب وجاهز وكذا وادخلوا للرجال فاتحهم فارش مزبط وماخذ بعض الاثاث هنا وبعض الاثاث هناك مرتب الامور خلاص ضمان كامل. يقول انا ناظر ولا والله بار عيني عينك الدعوه ما عاد هي. يقول وسكر الباب اللي بينه جيب الاثاث اللي له ورجع اللي ذا عنده حل وان اخذها كلها ما يقدر لا لا يدخل في مشاكل وش الفائده. يقول وسكر الباب اللي هناك وافتح له باب وكذا وادخل فيها. يوم جاء الرجال ناظر ولا ولا الباب مصلح ادخل في شقيقته والبد ما قال ولا كلمة لأنه مخطي طبعا. قال للحارس اسمع أي تحرك قض حوسة عطني إشارة على طول لا تخليه عطني إشارة على طول. خذ له فترة زعم عليه قال ما حرك ساكن عاد يقول لي يومك ما عاد الحمد لله ما عاد حرك ساكن ذا الجر. فأحيانا الجرأة عجيبة يعني لا وبعدين أنا بقول